مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج اهل المدينة. نعرض لكم حكايات المدينة ونناقش قضاياها ونعرض شخصيات لها بصمتها في الابداع، فاهلا ومرحبا بكم اينما كنتم تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة: العمل الخيري في عدن، امكانيات ضعيفة واحتياجات متزايدة. ملامح العمارة الإسلامية في مساجد عدن القديمة. زهراء بحيدرة روائية صاعدة مهتمة بقضايا المرأة اليمنية. مشاهدينا الكرام، نبقى الآن مع جولة إخبارية سريعة نعرض لكم من خلالها أهم الأخبار والأحداث التي حصلت خلال الأسبوع. تتواصل في العاصمة المؤقتة عدن أعمال شفط مياه الأمطار في شوارع وأحياء بعض المديريات. الحملة ينفذها عمال الصرف الصحي وتشمل أيضاً الرش الضبابي واليدوي في بعض المناطق الموبوءة، تحسباً لانتشار البعوض المسبب للكثير من الأمراض. تتواصل في مديرية البريقة بمحافظة عدن حملة الرقابة على أسعار المواد الغذائية في المحال التجارية، وطالبت السلطة المحلية في المديرية طالبت التجار بضرورة الالتزام والتقيد بالنشرات السعرية للمواد الغذائية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، وداعي المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن المخالفين لأسعار بيع المواد الغذائية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم. في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء عدن والتي ولدتها ظروف الحرب، تبقى أعمال الخير والمؤسسات الخيرية بلاذاً للكثيرين، فما هي أهم الصعوبات والعراقيل التي تقف أمام تلك المؤسسات المعنية بالخير؟ قضيتنا لهذه الحلقة. في عدن تعمل مبادرات نسوية على تلمس احتياجات الأسر الفقيرة والمعدمة بهدف تخفيف جزء من المعاناة المتفاقمة في ظل تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية. في فترة ما بعد الحرب غالباً المجتمعات تعاني من حالة إنسانية صعبة، سواء على المستوى المعيشي أو المستوى الإنساني. عدن لأن مدينة مفتوحة وحالياً فيها نازحين، فيها لاجئين مثل اللاجئين الأثيوبيين، لاجئين الصومال، يعني الهجرة أو زي ما تقول مغتربين من السعودية والمناطق الخليجية، فهي صارت منطقة ضغط من نازحين، من مغتربين ومن لاجئين، فتقل فيها فرص العمل وتزداد فيها الاحتياجات الإنسانية في ظل ارتفاع الأسعار والوضع الإنساني اللي في تزايد. غياب الدولة أثر مش فقط على العمل الإنساني أو على منظمات المجتمع المدني، هو أثر على جميع الأصعدة وجميع يعني المجالات الخدمة الاجتماعية بشكل عام. أثر في حياة الناس، أثر في الحياة الطبيعية للمواطنين، في كل شيء، في النظام. يعني أبسط واحد يروح للشارع يشوف الفوضى اللي حاصلة من حواليه بيعرف قد إيش أثر غياب الدولة. العمل الخيري الطوعي له بصمة واضحة في رسم ملامح السرور على الأسر المتعففة وتحفيز المرأة نحو التنمية المستدامة، إلا أن ذلك الدور يبقى محصوراً نظراً لشحة الإمكانات وغياب الدعم الرسمي. تعلمت هنا أول ما دخلت المجال الخياطة، كان يعني عندي موهبة للخياطة بس مش معي يعني حد يدعمني فيها، بس لما دخلت هذه المؤسسة الحمد لله أني أم لطفلين، بس بعد ما أصبحت يعني تعلمت الخياطة الحمد لله الآن يعني نحس أن الحياة يعني تغيرت إلى الأفضل. فين كانت أحلام من قبل واليوم أحلام فين وقفت على رجلها. الحالات الإنسانية عندنا في عدن بالذات كثيرة لا تكاد تحصى، وصعب إنه مجموعة مؤسسات أو منظمات إنها يعني تنهض بالوضع الإنساني، لكن نحن على الأقل نقدم شيء، أن تقدم شيء أحسن من أن تقف مكتوف الأيدي. تتوق المرأة العدنية اليوم إلى تغيير واقعها الذي يبدو قاتماً بقتامة الوضع، لكن الآمال كثيراً ما تصطدم بواقع سلبي يحول دون اكتمال الأهداف وتحقيق الغايات. الحكومة في هذا الوضع هي مشتتة يعني بالجوانب السياسية اللي منحش دخل فيها، لكن وضعها صعب جداً بالذات في التدخل بهذا المجال، يحتاج له وقت طويل ويحتاج له أشياء طويلة، لكن هنا
يعني الحكومة أو شيء تحاول أنها توفر فرص العمل، والمفروض هي توفر فرص العمل، لكن حاليا فرص العمل صعب أنها تتوفر. فحاليا نقدر نقول أنه ما فيش تدخل في المجال الحكومي في هذا الشيء. كمؤسسة خيرية، كمنظمات مجتمع مدني، نقدر نقول أن احنا حاولنا بقدر بسيط أن احنا نغطي هذا الغياب، بأن احنا يعني المفروض أنه يكون الدولة عاملة جمعيات خيرية زي ما هو معروف في أي مكان في العالم، يعني اللي هم يعني الفقراء والشريحة يعني المحتاجة في المجتمع. لكن قدرت المنظمات أنها توفر زي حملات السلل الغذائية، زي حملات التدريب والتأهيل للأشخاص اللي عندهم قدرة أنهم لو تهيئوا أنهم تدربوا قادرين أنهم يفتحوا مشاريع ويعيلوا أسر. بمشاريع زي كذا قدرنا نغطي شيء بسيط، لكن يبقى يعني المجتمع محتاج، ويبقى في شحة وفي ضعف كبير. تحاول المبادرات الشبابية الناشئة التغلب على العراقيل وتخطي العقبات المتراكمة أمامها ولو بإمكانات بسيطة، لكنها تظل جهودا محدودة لا تلبي الاحتياجات المتزايدة في ظل جهود رسمية قاصرة ودعم دولي محدود يذهب في الغالب لغير مستحقيه. نرحب اليوم بالأستاذة هناء أحمد هادي، المدير التنفيذي لمؤسسة أنا إنسان الخيرية بعدن. أهلا ومرحبا بك اليوم أستاذة هناء. اليوم نناقش نحن سوية وضع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية بعدن والأثر الذي تقوم به والاحتياجات التي تحتاجها. بداية أستاذة هناء، كيف تقيمين مستوى العمل الإنساني والخيري في عدن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً أهلاً وسهلاً فيكم في مقر مؤسسة أنا إنسان التنموية الخيرية، ونقول للمشاهدين الكرام كل عام وهم بخير بمناسبة الشهر الكريم. بالنسبة لواقع العمل الإنساني في مدينة عدن، الكل يعلم حجم ما تركته الحرب من آثار أدت إلى نزوح، يعني نسبة النزوح 5 مليون، منها أكثر من 800 ألف نازح في مدينة عدن. هذا شكل ضغط كبير جدا على مدينة عدن وعلى العمل التنموي الخيري في هذه المدينة، حيث أن العمل بجهود ذاتية مع غياب الدولة ودورها اللي يفترض أنها هي من تقوم بواجباتها تجاه المواطن، إلا أن وجدنا نحن منظمات المجتمع المدني أنفسنا بمواجهة هذه الأعباء الكبيرة. نعمل في ظل إمكانيات شحيحة في تدارك ما يمكن تداركه وعمل واجبنا تجاه هذه المدينة. أستاذة هناء، في شهر رمضان الكريم، يعني هو شهر الخير وشهر العطاء، ولكن أحياناً بسبب سوء التنسيق أو التنظيم تحرم بعض العائلات أو بعض المستحقين من هذه الأعمال الخيرية، وبالمقابل يعطى بعض الأشخاص أكثر من مرة للتبرعات يعني الأشياء الخيرية التي تقدم من قبل الجمعيات والمؤسسات الخيرية. كيف يمكن أن تحدوا من هذه المشكلة أو أن تتوصلوا إلى حل لها؟ نحن نفتقر كمنظمات مجتمع مدني للعمل الجماعي. يفترض أن تكون هناك قاعدة بيانات لمنظمات المجتمع المدني على أساسها تعرف حجم الاحتياجات، وهل أنما مؤسسات ومنظمات قد عملت على هؤلاء المستفيدين. نحن كمؤسسة أنا إنسان اضطرينا إلى أننا بجهود ذاتية ننسق مع بعض المؤسسات. لدينا قاعدة بيانات وفق المساحات الميدانية التي قامت بها المؤسسة. رفضنا مؤسسة طلبت مننا قاعدة بيانات، هذا يعتبر جزء أنه نحد من ظاهرة أن المستفيد يأخذ أكثر من مرة، لكن الواقع فعلا أنه في كثير من المستفيدين في كثير من المناطق يعطى لها يوصل الأمر أن يعطى لها 5 مرات للمستفيد الواحد، بينما يحرم مستفيد آخر. في رأيك هل يدخل هذا الأمر فقط سوء التنسيق، أم أن هناك ثمة محسوبيات متعمدة حتى يحصل بعض المستفيدين أكثر من مرة على المعونات؟
وفي المقابل للأسف يحرم بعض المستفيدين الآخرين. في هناك محسوبيات بس ما هيش بالقدر الكبير، بالمقابل إنه عدم التنسيق هو الذي يشكل العائق الأكبر تجاه إنه كل المستفيدين يحصلوا على المعونات، خصوصاً أن الكل يعمل في شهر رمضان في الجانب الخيري، حتى في كثير من المؤسسات التنموية في شهر رمضان اللي يعتبر شهر التكاتف تعمل في المجال الخيري وتنشط كثيراً في بداية رمضان وفيما قبل رمضان، لكن ما زلت أقول إنه الجهود للأسف غير منسقة، لذا يعاني الكثير من المستفيدين أنهم لا يحصلوا على مواد إغاثية. أستاذة هناء، بالنسبة لمستوى التنسيق بينكم وبين منظمات المجتمع المدني التي تعنى بالأعمال الخيرية والإنسانية، ما مستوى التنسيق بينكم بعضكم بعضا؟ نحاول ننسق مع بعض المنظمات، وهنا كانت مشاريع مشتركة بيننا وبين بعض المنظمات، سواء كان كما أسلفت بقاعدة البيانات أو في مجال التدريب كونها جهات تدريبية. هناك مؤسسات رفضت بنات إلى المؤسسة، قمنا نحن مؤسسة أنا إنسان بتدريبهم، كذلك مؤسسة طلبت مننا أن نعطيها أسماء بنات تدربوا عندنا بالمؤسسة كي يقوموا بدعمها لأنهم مش جهة تدريب. هل لديكم إحصائيات بعدد المستفيدين؟ نعم، نحن قبل الإغاثة، قبل حتى دراسة رفع المشروع، نعمل مسح ميداني للأسر المحتاجة وفق المعايير الدولية، وبعد كذا نرفع الأسماء إلى الجهة المانحة ومن ثم نحصل على الدعم. أحياناً الدعم ما يكونش كافي لجميع الأسر اللي قمنا بمسحهم، لذلك نحدد الأكثر احتياجاً وهي التي تكون لها الأولوية في إعطائها الدعم. ما هي المعايير التي تجعلكم تحددون بأن ذلك أكثر احتياجاً وذلك أقل احتياجاً؟ بمعنى آخر أستاذ هناء، ما هي المعايير التي تعملون بها؟ هناك معايير دولية لتحديد الأسر الأكثر احتياجاً، هي الأسر الفقيرة اللي يكون عدد أفرادها كبير، كذلك الأسر الفقيرة التي يعاني الأطفال فيها من سوء التغذية، الأسر الفقيرة اللي يكون فيها معاق أو مريض، الأسر الفقيرة كذلك اللي يكون رب الأسرة امرأة. هناك الكثير أستاذة هناء من المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني التي تعنى بأعمال الخير، ولكن إلى أي مدى في رأيك هذه المؤسسات تتلمس الشفافية والمصداقية في عملها؟ والله نحن يعني صعب إنه نقيم المؤسسات وأدائها وعملها ومدى شفافيتها، لكن بالمقابل نحن نتكلم عن واقع معيشي صعب. عدن تعاني، التركيز كله على النازحين، لكن عدن تعاني، أبناء عدن يعانوا. كانت الأسر العدنية أسر متعففة جدا، لكن الآن تكشف حالها، يعني لما ننزل إلى بعض الأسر واقع مزري مؤلم. لذا المنظمات والمؤسسات تعمل جاهدة على إن تقدم شيء، لولا المؤسسات والمنظمات العاملة في غياب الدولة لكان الوضع أسوأ من هكذا. أستاذة هناء، هناك نظرة مجتمعية يعني واسعة المدى وليست قصيرة بأن بعض المؤسسات أو أغلب المؤسسات التي تعنى بالعمل الخيري إنما هي مؤسسات ربحية للاستفادة من الأرباح أو الاستفادة من معونات تأتي من الخارج، ما مدى صحة هذه النظرة؟ أحياناً المستفيدين أنفسهم يهولوا من مدى مصداقية المؤسسات لأنهم لم يحصلوا على معونات، وفي هناك تجاوزات وهناك أخطاء. كما أسلفت، غياب الدولة وغياب الرقابة أكيد بينتج عنا أخطاء. الفساد منتشر في كل مكان، ومنظمات المجتمع المدني ليست بعيدة عن هذا، لكن أقول بالمقابل إن منظمات المجتمع المدني لولا وجودها ولولا جهودها لكان الوضع كارثي.
مؤسسة أنا إنسان إلى اليوم ماذا حققتم من أجل في سبيل الأعمال الخيرية، وهل أنتم راضون عما حققتموه؟ نحن لسنا راضين كل الرضا، بس أكيد بعد كل مشروع مؤسسة أنا إنسان تعمل تقييم للمشروع ومدى قياس مدى تحقيق الأهداف من هذا المشروع، هل حقق الهدف، هل حقق المشروع أهدافه. على ضوء قياس الأهداف نستطيع أن نقول أن مشاريع مؤسسة أنا إنسان كانت فاعلة، لكن نقول أنه بالمقابل إذا حصلت أخطاء أن مؤسسة أنا إنسان دائما بتقييم مستمر، وتتحول هذه الأخطاء إلى دروس واستفادة، تستطيع المؤسسة أن تنهض وتتطور أكثر وأكثر. لكن نقول إننا في ظل هكذا ظروف وفي هكذا عراقيل وصعب تواجهنا، أن مؤسسة أنا إنسان ما زالت تعمل بجهود ذاتية، وأيضا للأسف لا يوجد دعم للمؤسسة من قبل الجهات المانحة، لذا راضين عن أداء مؤسستنا. من تقصدين بالجهات المانحة؟ سواء كانت جهات حكومية أو منظمات دولية. واليوم من أين تعمل مؤسسة إنسان، ومن أين تستمد قدرتها على الاستمرارية؟ قدرتنا على الاستمرارية نستمدها من المغتربين، رجال الأعمال المغتربين اللي ما زالوا لحد اليوم وهم سند للمؤسسة، هم سبب بقائها وأيضا نجاح مشاريعها. وفي هذا يعني المناسبة أوجه لهم كل الشكر والتقدير على ما قدموا للمنظمة. ما هي أهم الصعوبات والعراقيل التي تقف أمام مؤسسة أنا إنسان اليوم؟ أولا الدعم الشحيح الذي للأسف نحن لحد الآن لا توجد جهة مانحة لمؤسسة أنا إنسان، غياب الدور الحكومي الذي يمكن أن ينهض بالمؤسسات. نحن نتمنى إنه عملنا هدف في منظمة أنا إنسان إنه عام 2019 بيكون عام التشميك مع المنظمات الدولية. هناك تنسيق مع بعض المنظمات، شاركنا بعدد من الفعاليات مع المنظمات، هذا شيء إيجابي لكن غير كافي لحد الآن. ماذا عن علاقتكم بالسلطة المحلية وبالحكومة؟ ماذا قدمت لكم السلطة المحلية والحكومة كمؤسسة خيرية تقدم أعمال إنسانية وخيرية للمحتاجين؟ في المجال الخيري لم تقدم الجهات الحكومية أو السلطة المحلية أي يعني دعم للمؤسسة، لكن نحن عندما أقمنا مشروع فرصة كان هناك تعاون مع مدير المديرية الأستاذ محمد عمر البري، الذي حتى حضر تدشين البازار الخيري الذي أقامته مؤسسة أنا إنسان، وأيضا إنه مدير المديرية عمل على خياطة 40 بدلة عسكرية للحرس الشخصي له في مؤسسة أنا إنسان، وذلك دعم منه للمؤسسة وأيضا للعاملات في المؤسسة. أستاذة هناء، كيف تقيمين عمل المنظمات الدولية العاملة في مجال الخير؟ المنظمات الدولية مثلها مثل المنظمات المحلية، هناك جهود تشكر عليها وأيضا هناك إخفاقات. لا نحمل أحد مسؤولية الإخفاقات، لأن الصعوبات التي في البلد كبيرة جدا وهائلة، والخطط الاستراتيجية في بلد مضطرب لا يمكن أن تنفذ. كيف يمكن تعميق قيمة التكافل الاجتماعي والإنساني في المجتمع؟ مؤسسة أنا إنسان تمتلك فريق تطوعي، كذلك أن المؤسسة عملت على دعم الكثير من المبادرات من خلال دعم الأطباق الخيرية أو أحياناً حتى دعم بعض الزيارات، دعم بعض الأعمال الخيرية. مثلاً مؤسسة أنا إنسان رفضت بعض المبادرات الخيرية بسلة الغذائية حتى يتم توزيعها على المستفيدين، هذا نوع من التكافل الاجتماعي. كذلك مؤسسة أنا إنسان فتحت المؤسسة لإجراء اللقاءات أو أحياناً الاجتماعات الخاصة بالمبادرات وبعض الجمعيات.
اليوم ماذا تحتاج مؤسسات أنا إنسان ويعني هي كمثال وبقية المؤسسات التي تعمل في العمل الخيري في عدن من أجل أن تعمل بالكفاءة المطلوبة؟ مؤسسة الإنسان تحتاج أولاً إلى الدعم حتى تستمر جهودها. مؤسسة الإنسان في طور البناء المؤسسي دائماً نحن نعمل على تأهيل فريق العمل، محتاجين في هذا المجال أن تساهم الجهات المانحة أنها تعمل على البناء المؤسسي الأكثر تطوراً لمؤسسة الإنسان. نحن نهضنا كثير في هذا المجال، فعلاً استضفنا عدد من المدربين من المنظمات، كذلك منظمة كير عملت دورات استدعت مؤسسة إنسان لهذه الدورات في مجال البناء المؤسسي. مؤسسة إنسان الآن مؤسسة ناهضة، وبإذن الله تعالى ستكون لها جهود أكثر فاعلية. مؤسسة إنسان في طور البناء المؤسسي قطعت خطوات في هذا المجال، وسوف تكون هناك جهود مثمرة ومشاريع نوعية تقدمها مؤسسة إنسان، سواء كان بمجال الدعم النفسي أو مجال التدريب والتأهيل أو حتى مجال العمل الإنساني. في الختام رسالة تودين قولها من خلال هذا اللقاء؟ في ختام هذا اللقاء أتمنى لليمن أن تنتهي هذه الحرب وأن يعاد بناء البلد وأن تنتهي الفتنة وأن يتكافل المجتمع اليمني حتى نعيد بناء وطننا، وحفظ الله اليمن. نعم، حفظ الله اليمن. وأشكرك الأستاذة هناء أحمد هادي المديرة التنفيذي لمؤسسة أنا إنسان الخيرية بعدن، شكرا لك على هذا اللقاء. شكرا لكم وأهلا وسهلا بك. مسجد الشيخ عبد الله بعدن جسد فن العمارة الإسلامي القديم ليكون منبرا للدين ولفن العمارة بعدن. ما تزال ملامح العمارة الإسلامية التي تطبعت بها عدن منذ القرون الهجرية الأولى تتجلى بوضوح في معظم مساجدها كمسجد الشيخ عبد الله في كريتر. في حارة الشيخ عبد الله بكريتر عدن أنشأ الشيخ سعيد الزبيدي في العام 1856 للميلاد مسجداً سمي باسم قاضي عدن الشيخ عبد الله بن أحمد تخليداً لذكراه. الشيخ عبد الله بن أحمد علوم الشرعية الإسلامية في حجة وشغل منصب قاضي عدن لمدة 3 أعوام قبل وفاته في عام 703 للهجرة، ونظرا لمكانته الرفيعة لدى الناس في المدينة شيد له مسجد وسمي باسمه. مساجد عدن القديمة التي تطبعت بطابع معماري خاص، لا يزال مسجد الشيخ عبد الله محتفظا بطابعه العريق حتى اليوم، ولم يفقد متانته وصلابته رغم قدمه. لم تشر المصادر والمراجع التاريخية إلى أي أعمال استحداثات في مسجد الشيخ عبد الله، بل ظل البناء المتواضع على حاله منذ ما يزيد عن قرن ونصف من الزمن. في تفاصيل
تفاصيل البناء الهندسي لمسجد الشيخ عبد الله يظهر الطابع المعماري تداخلا لنماذج عديدة عرفتها العمارة الإسلامية في بلدان مختلفة، راسما صورة جمالية جسدت في ثناياها عمقا عقائديا وحد المسلمين رغم اختلاف اللون واللغة. احتفاظ المساجد القديمة في عدم بطرازها المعماري القديم إنما هو تأكيد على عمق الأصالة في ذاكرة الإرث الإسلامي الخالد. زهراء حسين باحيدر كاتبة يمنية صاعدة تهتم بشؤون المرأة وقضاياها ورسم صورة جميلة لها. زهراء حسين باحيدر روائية صاعدة تشكلت موهبتها منذ الثانوية العامة، حيث وجدت في نفسها شغف القراءة وعشق الرواية تسترسل في زواياها وتتفنن في حبكتها. موضوع الكتابة والأدب بشكل عام كان شغف وأنا صغيرة فيه، أكثر شيء كان في المدرسة، فكان في مسابقات في المدرسة ومشاركات، يعني اللي تحصل في المدارس كنت دائماً أشارك في هذه المسابقات، عبارة عن روايات بسيطة نسميها قصص بالأصح، كان عبارة عن قصص يمكن نقولي حق 3-4 صفحات. فبعد الأيام يعني حسيت أنه أكثر بدأت أني أعشق هذا المجال جداً. في الثانوية حسيت أنه هذا المجال الإنسان دائماً في حياته يعني يحصل له مواقف، يحصل له، فكل واحد يتجه لمكان، فكان أكثر اتجاهي أحس أنه مجالي الأكثر اتجاه كان اللي هي الكتابة في بعض الروايات وبعض القصص. فبدأت زي ما قلت لك في الثانوية، كان فعلاً يعني أحس أنه الكثير اللي كانوا يدعموني أمي وأبي الله يحفظهم شجعوني كثير على هذا الشيء. أوقات الفراغ ما كنتش أحب أضيعه بأي شيء غير أنه شغف الكتابة بأي شيء يعني. فالحمد لله بعد الثانوية انطلاقة لي كانت الحمد لله زي ما شفتي الكتاب اللي نزل الآن، إن شاء الله يكون في استمرارية. من الحكايات البسيطة إلى تبني قضايا مجتمعية، تنوعت الأعمال الأدبية لزهراء باحيدر مهتمة أكثر بقضايا المرأة اليمنية وحقوقها، ولها أعمال روائية منها غربة امرأة وأحبك يا وجعي. أول كتاب لي أكثر شيء دفعني أني أكتب هذه الرواية كبيرة كان عبارة روايتي صغيرة، يعني زي ما القصص مشاركات المدرسية زي ما قلت لي، فحسيت أنه كانت عبارة حتى أقريها في البيت أنه عبارة عن ملك الغابة وأمير وهذه الحاجات البسيطة اللي كان أي طفل يمكن يكتب هذا الشيء. فبدأت بالثانوية زي ما قلت لك أندفع لهذا المجال أكثر، فقرأت روايات كثيرة، عشقت جدا هذا المجال. فبدأت عشان كذا أشوف أنه دائما المرأة لما تحب أنها تطلع، تحب تطلع للمستقبل، تسافر، ده في كثير يمنعونه، وأي وقت أكثر شيء كذا يعني تحصي أنه في إعاقات الإنسان. فقلت ليش ما عندي شغف بهذا الشيء، ليش ما بدأش يعني أكتب كتابي عن المرأة؟ طبعاً الكتاب اللي نزل الآن غربة امرأة، ليش ما أشجعش المرأة على فعل الحاجة اللي هي ترغب به؟ حتى لو كان في إعاقات بحياتي، مهما كان في صعوبات تحاول تواجهه حتى توصل للحاجة اللي هي تشتيها. وفعلاً زي ما قلت لك عملت الكتاب حق غربة امرأة، كان الكتاب فكرة بسيطة اللي هي المرأة، سفر المرأة وغربة المرأة، وأكيد الأهل الكل يمنع يعني المرأة أنها تسافر وتغترب، والكل يعني يخاف على البنت لما تسافر. حاولت أني أشجع المرأة يعني بعقل كمان، لأنه شوف الكتاب مسؤولية، الواحد لما يكتب كتاب لازم يكون يعني أمانة. في
كتاباتها تتلمس زهراء بحيدرة رغبات القراء واهتماماتهم، فالكاتب كما تقول يتعامل مع جمهور متعدد الثقافات متنوع الرغبات والهموم، ومراعاة ذلك أحد متطلبات النجاح لكل عمل أدبي جديد. دائماً أحب الحاجات اللي في أمل، الحياة فيها صعوبات لكن نهايته يكون بقعة أمل. أحب هذه النوع الروايات جداً، يعني الآن في روايات، في كتب، فهمت كيف؟ فالآن الكتب هذه دائماً تحفز الإنسان وتعطيه يعني حاجات حلوة عشان يقرأه ويستفيد بحياته، لكن هذا ما يمنعش إن الرواية نفسه أنت تصنعي فيه، يعني في رواية تكون خاصة رواية، يمكن واحد يقول لك أنا أقرأ رواية أكمل ما استفيد منها شيء، لكن أحاول إنه يكون برواياتي مهما كان نوعها يعني يكون في غرض، في هدف من هذه الرواية، يعني في قصة مذكورة صح، لكن إيش الغرض من هذه القصة؟ في موقف، في عبرة من هذا الموقف، فهمتي كيف؟ يعني يكون محور متكامل، يعني يكون بين كتاب يعني متنوع وكتاب إيش اللي هي للرواية كل الاستمتاع، ما يكونش واصل لبأس، واصل لعبارة عن تثقيف، واصل وعي، واصل لا، يكون بشكل متنوع. فدائما الحاجات اللي تدافعك عن الحياة وتخليك يعني تشوفي إشراقة المستقبل، هذه الأنواع اللي أنا أفضلها جدا. النظرة المجتمعية للمرأة في اليمن لا تزال قاصرة بشكل كبير، غير أن الروائية زهراء بحيدرة تحاول من خلال أعمالها الأدبية تغيير تلك النظرة السلبية وتقديم الصورة الحقيقية للمرأة التي حققت نجاحات عدة في جميع المجالات ونافست أخاها الرجل في العطاء والإبداع. أكبر صعوبة يمكن يواجه أي كاتب كان صغير كان كبير، هذا الصعوبة غير الإمكانيات وغير هذه الحاجات، فصعوبة الكتابة نفسه. يعني لما بكتب كتاب أكثر صعوبة أواجهها كيف فكر الناس لهذا الرواية، كيف تفكير الناس، هل أنت بتوصل المعلومة هذه أو الفكرة صح؟ لما أنت تكتبي كلام نثر، أو كلنا نكتب خواطر على الدفتر بيننا البين، فأنت حرة فيها، يعني تكتبي اللي تشتين، ليش؟ لأنه ما حد بيقرأه، ما حد، أنت فكرك هذا وأنت الوحيدة اللي بتقرأي فيه. لكن لما أنت تكتبي شيء والكل تعرضيه على الكل، فهنا تكون أكبر صعوبة أنك كيف تختاري الكلام. فأنا ككاتب أي واحد لازم يكون عنده إيش الحاجة دائما مؤثرة، يعرف كيف يلتمس الكلمات فعلا صح، المواقف، يعني ما يكونش حاجات ما لهاش فائدة بالكتابة. طبعا هذه الصعوبة اللي يواجهها أي كاتب أظن، لأني أنا جدا واجهها، يعني كنت كل ما أكتب موقف عمر كم بيقرأه، كيف بيتقبل هذه الفكرة إذا كان صغير، إذا لازم تعرفي أنت كتابك بتستهدفيه مين أولا. وثاني شيء الصعوبات اللي يمكن يواجه أي كاتب، كثير كتاب وكذا كبداية مش عارف بيتجه إلى فين عشان ينشر الكتابة حقه، كثير عندنا مواهب فعلا عندهم هذه المواهب المخفية زي ما يقولوا، يكتبوا بينهم البين وكذا، لكن أول ما يبدأوا الشيء ينطلقوا مش عارفين لفين يتجهوا بالضبط، كيف أنا بنشر كتابي، الإمكانيات يمكن قد تكون ضعيفة عندهم جدا. لكن الآن الحمد لله انتشرت دار النشر كثير، يمكن ساعد كثير من المواهب هذه إنه ينطلقوا فعلا. فأني أشوف إنه مش حاجة تجي بسهل، بس مش حاجة تكون صعبة كمان. لاقت الأعمال الأدبية للروائية زهراء بحيدرة إقبالاً واسعاً كما تقول، ولها رواية جديدة قيد النشر عنوانها أنت سر نجاحي، وتعتزم إطلاق مبادرة مجتمعية للتشجيع على القراءة من خلال تسهيل الحصول على الكتب وإيصالها إلى من يرغب في قراءتها. المرأة دائماً مهما عملت يقولوا لا، هذه مش ما كانش عمله، ما كانتش السبب بالنجاح، ما كانش يعطوش المرأة حقه. لكن أظن إنه هذه الفترة أكثر المرأة يعني بشكل عام النساء منطلقين جداً بحياتهم. معنا مشروع معالي القراءة بحيث إنه نحاول ننشر الكتب يعني بمكان كبير علشان الكل يوصل للكتاب قدر المستطاع. فزي ما قلت لك أول ما خرجت الكتاب أقرب ناس لي صعوبة في حصولهم الكتاب وظروف يعني حصل لهم، فأني عشان كده طرحت هذه الفكرة أشوف الكل، يعني الهدف أو الرؤية العامة لهذا المشروع لي كتاب في كل مكان، يعني بحيث ما أنت ترغب بالقراءة تحصل الكتاب قدامك، ما يكونش في صعوبة تحصله إنك يعني تحصل صعوبة في إلقاء هذا الكتاب.
كروايات إن شاء الله معي رواية الآن ممكن أخرجها إن شاء الله مع نهاية السنة هذه اللي هي أنت سبب نجاحي. غربة امرأة بالضبط كانت تشجع المرأة إنه مهما حصل لك من صعوبات، مهما تألمتي، مهما الكل وقف ضدك مع أي حلم يعني أنت تتمني، حاولي إنك ما تستسلميش، حاولي إنك واجهي أي مصير يعني واجهك أو أي إعاقة في حياتك. فهذه روايتي، طبعاً مش روايتي الأولى، كانت روايتي الأولى اللي هي أحبك يا وقعي، لكن إنه أكثر شيء يعني اللي عملته كتاب كان عبارة عن إلكتروني، حق أحبك يا وقعي انتشر يعني إلكتروني. فغربة امرأة الكتاب الوحيد اللي أول متجر عمل لي اللي هي توك تايم نزلته في المتجر، كان عبارة عن كتب ورقية يعني. مشاهدينا إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.